أرجو من الأعداد ديال الأساتذة والأستاذات بدأت في الاتحاد دينا غادي دينا مجموعة دولة الساحة وما عمرنا غنخلوها نتوما اللي كتبدلوا كل عام قريب تجسد شغيلة تعليمية بمديرية طنجة أصيلة هذا الشكل النضالي الذي دعا له التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمرارا في معركتنا البطولية من أجل استعادة كرامة الأستاذ بالمغرب هذه الكرامة التي أهدرت في إطار مخطط ممنهج استهدف المدرسة والوظيفة العموميتين والذي امتد لعقود من الزمن. نحن من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم ومن داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم حراك التعليم الذي انفجر منذ الإعلان عن ما يسمى بالنظام الأساسي، هذا النظام الأساسي الذي نعتبره نظاما للمآسي جاء لكي يعمم التعاقد على باقي الفئات، وبالتالي فإن زملائنا النظاميين أو المرسمين أصبحوا الآن يعانون الهشاشة التي عانى منها المفروض عليهم التعاقد منذ 6 سنوات، لذلك التحمت الجماهير الأستاذية وتوحدت بمختلف فئاتها وتنسيقيتها سواء من داخل التنسيق الوطني أو من داخل التنسيقية الموحدة أو من داخل التنسيقية الثانوي التأهيلي ونزلت إلى الشارع بقوة للمطالبة بسحب هذا النظام الأساسي المشؤوم وأيضا للمطالبة وبشكل عاجل لحل باقي الملفات التي تهم كل الفئات التعليمية المتضررة. لذلك نقول وبصوت عال أن الحكومة وشركائها لا زالوا يمارسون سياسة المماطلة والتسويف وأنه ليس هناك لحدود اليوم يومه 25 دجنبر 2023 ليس هناك أي حل للملف، هناك المماطلة والتسويف والالتفاف على هذه المطالب، وبالتالي الرد يكون وسيكون بمزيد من الإضرابات وبمزيد من الأشكال النضالية الاحتجاجية السلمية الحضارية إلى غاية مفاوضة الممثل الشرعي للأسرة التعليمية وهي التنسيقيات المناضلة وإطارات المناضلة وتعيين